في الإمارات أعلنت الشركة العالمية القابضة التي تضم مجموعة شركات عالمية متنوعة الأنشطة والأعمال والمدرجة في سوق أبوظبي الأوراق المالية على الاندماج الناجح لمنصة إيدن إنسايت الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة مهمة تجسد التزام الشركة العالمية القابضة بالابتكار والاستشراف الاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نذهب لمزيد من التفاصيل عن هذا الاندماج في الانفوجراف التالي.